طيب حضرتنا اليوم عن سيكونسز، في شيء بدنا ننظر بعدين عن ماثماتيكال اندكشن. نبدا المحاضره عن شلون سيكونسز متتاليات في علم الرياضيات. بدنا نلاحظ في هذا في هذه الوحدة إنه في علم الرياضيات عادة في شيء مشترك بين فنان وعالم الرياضيات. الشيء المشترك هذا استمر تذكره ما هذا مشترك. الشيء المشترك بين عالم الرياضيات والفنان اللي هي التجريد أو الملاحظة. كيف برضه الولد يصير يكون كيف يصير يتعلم من الانماط، يصير يشوف شغله او يسمع شغله وبعدين بصير يعمل لها تعميم. حنلاحظ هذا الشيء في هذه الوحده انه كيف الفنان او عالم الرياضيات هو عمليا بلاحظ وانماط معينه بحاول يجسدها يعملها قوانين. فهو الموضوع تجريب. وعلى فكره بجوز كان في سياق اخر مره حكينا انه العلم الوحيد اللي ما له سيمانتكس في الواقع هو علم الرياضيات. العلم الوحيد اللي ما له معنى في الواقع علم الرياضيات. كيف يعني؟ يعني علم الرياضيات هو عبارة عن حدا بيسمع أدوات مفكات ومثلثين فقط. لا هلا هذول يستعملوا في العلوم الأخرى كأدوات لحل مشاكل. يعني لما أخذنا الجيم والجدل لما حتى نمبرز نفسهم في واحد بالواقع. شوفوا عندكم شفتوا واحد بالواقع أو اثنين. هو عبارة عن سيمبل بنمثله كأداة بنستعمله كأداة عشان نعد إشي أو في المعادلات التفاضلية. فهي كل هذه القضايا في علم الرياضيات هي عبارة عن أدوات. وفي هذه الأدوات أو نوع معين من هذه الأدوات اللي بنسميهم السيكونسز اللي بناخذهم اليوم. فالسيكونسز أو المتتاليات بنبدأ فيهم طبعا ليه في المحاضرة القادمة حنأخذ الماثماتيكال اندكشن. لو سألنا شو اسمك انت؟ تمام. كم جد لك؟ لا انا بدي اعمل نهائي. لا جدك اول مستوى. اثنين واحد. طيب لو سألناك كمان على المستوى الثاني كم بصيروا؟ أربعة. على المستوى الثالث؟ ستة. ستة؟ ثمانية. ليش ثمانية؟ اثنين أربعة ستة. اثنين أربعة ستة؟ لا سيدة. هلا هون سيدة لك سيدة جدين هون كل جد من أجدادك كله كل جد من أجد من جد من أجدادك كله جدين صح؟ كم بصيروا؟ أربعة. أربعة. هلا كل واحد من أربعة له؟ نعم. اثنين. لا وهلا ما زرنا. فبنشوف إنه في خلينا نلاحظ هيك إنه في نمط. إيش هو النمط؟ إنه قديش على مستوى الكي؟ 2 كوي. بيطلع 2 كوي كي. هاي ملاحظة. صحيح. فالمتتالي هلا بنشوف المتتالي عباره عن مجموعه من التيرز. كل واحده من هذول بنسميها تيرو. مجموعه من الالمنتس كل الالمنت بنسميها تيرو. طبعا بنعرف انه في المتتالي انه هذا ما له معنى. هذا بس ايش؟ اندكس. اندكس الاندكس تاع التير يعني بنقول على الترم الرابع بتصير ايه هاي ايش؟ أربعة. ايه أربعة.
أو التير الإنت تير يعني التير رقم طيب خلينا بقى نشوف هاي مثلا لو طلعوا على الورقة وبس ورجونا طلعوا على الورقة سريعا على السريع حلو لي حلو لي هاي من ل A ل K أكبر أو تساوي واحد لو عندي K A K بتساوي و K على K بلس واحد ها؟ يعني أول واحد شو بتصير؟ ها؟ الواحد الواحد بتساوي واحد على اثنين وإيه اثنين؟ اثنين على ثلاثة وإيه ثلاثة؟ ثلاثة على أربعة طب ما كنت أنا بقول إيه خمسة بس الكل كتبها معي أربعة على خمسة وإيه خمسة؟ خمسة على ستة طب على فكرة بي بي الواحد شو بتساوي؟ صفر 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 على الواحد صفر 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 اثنين على ثلاثة اثنين على ثلاثة وبي ثلاثة ثلاثة على أربعة شو العقد معا؟ مسرش انهم هذول هذول كلهم شو استاذ اه لازم بي اثنين بي واحد بلش من اثنين قصدكم هاي؟ عشان هاي بلش هاي بي اوكي ايه صحيح السيكونس هلا فاحنا بنلاحظ انه هذول نكاتب على معنى نفس ايش؟ النمر صح؟ بس هون احنا بنلاحظ انه بيطلع على معنى نفس النمر هلا لو كتب ضروري حطك بالعربي قبلها المرة انه مرات عشان تلاحظ النمط لازم تبقى ايش؟ مرتب لازم تبقى ترتب افكارك مش بس حلك على الورقه لازم تكون كمان مرتب افكارك عشان تقدر تلاحظ تقدر تعمم لحظه هلا ما بدي نحكي هذا كله هلا ما تبديش بس عشان اورجي لكم الملاحظه عندنا يمكن الحل فنلاحظ انه زي ما قلنا انهم هم بيطلعوا هذول هذول بيطلعوا نفس الشيء هذا الكلام معناته انه او انه هاي هذا الحد انهم ايش هذول متساويين على ذكر لاحظ انه كل مره تذكر احنا شو تخصصنا؟ كمبيوتر والكمبيوتر احنا مش هذا الا ايش له علاقه في ايش في البرمجين في اللوبس فاللوب اللي بتبدا واحد نجي له هذا الكلام بعدين لوب هاي اللوب وهاي اللوب شو بتطلع نفس النتيجه احنا هون بنتشاطر عشان نفهم في اللوبس في الكمبيوتر طيب هاي وحده ثانيه شو بتطلع الحال؟ سي جي شو بتساوي؟ يلا معي هون ركزوا معي سي ناقص سي واحد بتطلع واحد هاي سي واحد سي واحد سي واحد سي واحد ها؟ سي واحد سي اثنين وسي ثلاث بعدين؟ اها هاي بس اللي احنا تلاحظوا تركزوا معنا تلاحظوا تركزوا معنا هاي طيب نيجي لها طلع عليكم معلش كل واحد يعني يسكر كتابه لان بدكم تركزوا معي لان بدكم تلاحظوا مش تاخذوش هذا ملاحظه بعدين معلش ما بحبش حدا يحكي مع المعلم حلو
طلع شو الفورميولا تبعت هذه سي المتتالية اللي قدام نفكر فيها مع بعض سكروا كده اكتبكم شي هي ناقص واحد على ان ناقص واحد اول شيء اوكي خلينا نطلع اللي هي هاي واحد عاملها واحد على واحد نفكر بدي افكر بصوت عالي واحد على اثنين هلا واضح انه هوا هذا ايش قاعد بصير يعني هاي لما يبقى الاندكس هاي شكلها اثنين هاي شكلها واحد ثلاثة معناته انا بعمل واحد على اي اللي هي الاندكس نفسه تربية سالب واحد حليت اذا انا وكأني حليت انا انا معنا ما لاش تفكر انا بس اصبح هذا انه هون لما بكت اي اثنين هاي صار اثنين قوة اثنين ولما بكت ثلاث صار ثلاث تربية مزبوط وهاي لما بكت اربعة اربعة تربية صفر معنا طيب هلا غير عندي ايش؟ ناقص سوالف سوالف قد جوا الكسر وبرا سالب واحد قوة سالب واحد قوة بقدر اقول اوكي معلش انه هاي وكانها كانت ناقص واحد قوة اي زائد واحد صح؟ مزبوط؟ ليش؟ لان هاي برضه وقت ناقص واحد اي زائد واحد ليش؟ اي زائد واحد هاي لما بكت واحد معناته بكت اثنين يعني التربية راحت هاي وهاي لما بكت ثلاثة اثنين مزبوط؟ يعني وكأنها هاي ناقص واحد قوة ثلاثة ناقص واحد قوة أربعة مزبوط؟ وكأنه الحال بيصير عندي ايش؟ ناقص واحد لا اي زائد واحد على هاي تربية في حال عنده فكرة ثانية؟ لو نبلش من الصفر يلا لو نبلش من الصفر معلش أمحى هاي أمحى أول شيء بتنقي إنه هاي مزبوط؟ طيب نبلش في واحدة ثانية بس عشان نفكر بصوت عالي يلا ليش حكيتي؟ الصفر بتطلع مع سؤال نبلش من الصفر؟ يلا وين؟ صفر 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 يلا لو تبلش من الصفر بنحط في المقام اي بلس 1 تربية اها نحط اي بلس 1 تربية والبس نفسه سالب 1 هاي نحط ايش؟ نفسها سالب 1 اي يعني نعوضها هاي بتصير صفر وهي لما نرجعها 1 بس رح نبلش 1 1 عشان هيك سالب هاي شو بتصير؟ ناقص واحد قوة واحد على اثنين تربية بتصير اثنين تربية زبط؟ نجرب سالب واحد تربية ناقص واحد تربية على اللي بنسوي هاي على ايش؟ سالب على اثنين زائد واحد تساوي ثلاثة تربية زبط؟ بس اللي قبل مش عارفها ب 16 سهل أربعة ناقص سهل فوق هاي مزبوط طيب لوين تجرب؟ طيب هون خليكم مركزين معي ما يسمعش هون المهم معلش كنا كل واحد سكر كتاب لما انا يدياك بتفتح الكتب تفهم انا عارف انها بسيطه كثير واحنا مش بنحب بس بنلاحظ نقطه مهمه اللي خلانا نفكر وقعد انا شو اللي سويته شو اللي عرفني انه المعادله او الفورميلا اللي انا حطيتها كانت بفحص فيها صح ولا لا؟ لوين فحصتها؟ واحد اثنين ثلاث بس بعدين خلص كان بتشفي بتشفي مو خلص هلا لا هلا هون ما بتكلم لك هون هو مربط الفرس اللي هذا هو سر او هدف هذا الوحيد انه لما اشوف هذا النوع من تفكير كيف بدي اثبت؟ كيف بدي اثبت ان هاي المعادله
معادلة إنها تنطبق وبتعطيني المتتالية. يعني عندك تفكير؟ بجرب أول عدد من الحدود. عدد كافي. بشوف إذا النمط بضل ثابت ما لا تثبت. النمط تغير. كيف بدك تثبت؟ بثبت على الإن. للإن آخر واحدة؟ لا بالكلي بالنص بتزبط هيك. بالكلي بالنص بتزبط. فاهم عليك. احنا اللي جربنا من البداية. انت كنت بنجرب من البداية من النهاية. خلص بنجرب في الأول من النص. طب من النص. أنا نص. فهمتوا علي؟ فهمتوا بس المشكلة ماشي على الحال. فهمتوا علي المشكلة وين؟ إنه أنا هذا النمط من المشاكل. بثبت إنه عكس وبثبت. اللي بحاجة بقدرش اخذ كل الارقام هلا في اسلوب اسمه ماثيماتيكال اندكشن هذا المحاضره الجايه بس هذا هو سر التشابتر بعدين ليش كنت بدي اياكم بس تركزوا معي على اللون على كل حال حل هاي تزبط هاي تزبط ليه؟ طيب نيجي للسميشن نيجي للسميشن شو السميشن؟ سيجما لال كي هاي بنسميها الاندكس وهاي اللور ليميت وهاي الابر مظبوط وهاي شو بتساوي هاي؟ بتساوي اول حد زائد الثاني زائد الثالث زائد لحد لحد لا ببدأ طبعا من الأول هذا مثال على السريع بس ناشد حلو يعني بس فرجيكم أكيد أنكم تعرفوا هذا من المدرسة بس للتفكير إنه إذا بدي أنا أساوي أجمع من واحد لخمسة بس عندي هنا كي هاي إندكس طبعا يعني إيه الواحد شو تساوي؟ ناقص اثنين ايه اثنين سالب واحد ناقص سالب واحد ايه ثلاثة صفر ايه أربعة واحد ايه الخمسة اثنين مجموع حن شوفوا السمش لاحظ لو بدي اجمع بس اثنين ناقص واحد بس حد ايه سوري الحد الثاني مجموعة بتكون سالب واحد اللي هو بس الحد الثاني لو بدي اجمع من واحد لاثنين بس هون لاحظ انه ركزوا معي شو الفرق وجماعة ايش الحدود هون؟ اثنين بس انا شو اللي سويته؟ طلع شو اللي تغير هون؟ ال كي تغير بقى على ال كي هون اثنين على اي اثنين ضرب كي انا ضربت انا اللي كان بتغير في اللوب تبعتي ايش هو؟ الاندكس تبعتي هلا اول حد هون ايش هو؟ طبعا من بس من واحد لاثنين اول حد شو هون؟ أول حال اللي هو A 2 ضرب K بهاي الحالة واحد هاي شو تطلع؟ A 2 A 2 قديش فيها؟ ناقص واحد زائد وهاي الحالة شو هو؟ 2 تغير بصير 2 ضرب 2 4 معناته بروح على A A 4 اللي فيها واحد مجموع بتعرف هذا مظبوط؟ بتعرفوها من المدرسة بالسميشن وبتعرفوها كمان من اللوب اللي اخذتوها في الاي تي مزبوط؟ في الكمبيوتر. هاي مثال اخر لو عندي انا لو عندي انا لوب اي من واحد سوري كي من واحد لخمسة وانا شو اللي بغيره هو؟ بغيرها ها؟ بغير كي بغير كي بهي الحالة ما بدي اخذ قيم للاي لانها ما بتنزل يعني هون بس فايش بطلع؟ فبغير يعني الكي هون هي اللي بضل اربعها واجمعها مع الحد اللي كتبه طيب خلينا ناخذ ثلاث شغلات اربع شغلات عن السميشن احنا هلا بقعد بعلمكم بالسميشن بس على السريع بس كمان مرة كل إشي تشوفه بالسميشن بكرة شوية منه بالبرودكت أو الفاكتوريا هذا عبارة عن لوب فكله بدك تشوفه كلوب خلينا ناخذ أربع شغلات نتعلم أربع شغلات عن السميشن
أول واحدة إنه لما بغير لما عندي الصميشة وبدي أفردها، كيف بقدر أفردها أنا؟ يعني أول حال بدي أفردها. أفردها. أفردها مش أنا بفكر بتحكي عن بنت. أفردها، إيش يعني؟ إكسبيرمنت. شو يعني إكسبيرمنت؟ مش كم منتر؟ العود الكبير من صفر. عشان لا كلام مضبوط شو أنا توسيل؟ فرط فرط. أيوة يا أول حد شو هو؟ صفر واحد ناقص واحد من وين ببلش؟ الصفر. على واحد زائد صفر يعني كثير زائد ناقص واحد القوة واحد على ايش اثنين على واحد زائد واحد شو بيطلع النتيجة؟ سالب نص يعني ناقص نص زائد خلي امشوا معي ناقص واحد قوة اثنين على ثلاثة وهاي زائد ايش؟ واحد على ثلاثة ناقص ربع كمل خلص ما عرفنا بيمش يلا ناقص واحد قوة ثلاثة خلينا ها اللي طب اللي قبل الأخير اللي أعلى ناقص واحد ناقص واحد قوة سالب واحد من عندكم جاب له سالب على زائد آخر حد قوة على أن زائد واحد مضبوطة هي؟ هاي صح؟ طيب هيك احنا شو بنساوي؟ بنعمل اكسباند لا للسميشن طبعا هذا هلا بنشوف ليش تقريبا خلينا نشوف لو عندي العكس بقدر اساوي بقدر اجمع؟ طبعا انه هون بالنمط وكانه كان عندنا ناقص ربع زائد خمس ناقص خمس مهم هلا بنشوف خليتنا انه هذا هي كيف بتفيدني اني اشطب وابسط هذول السبشنز عشان الان بده يعرف ليش بتعلم زي كذا طيب اللي بعده يلا ايش النتيجة يعني؟ هي مكتوبة في الآخر ايش النتيجة؟ نطلع السميشة اللي هي ان زائد واحد سميشة ان زائد واحد سميشة من اي تساوي صفر لاي تساوي ان الى ان يعني اللي ان زائد واحد سميشة من ان على ان زائد واحد من اي تساوي صفر لا 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 كمان مرة لا القانون يعني يقول كي اي زائد واحد على اثنين اي زائد واحد على اثنين لا على اثنين اثنين زائد واحد ليش مش كيف؟ شيء
كذا لا سوي أنزل زائد بس الحمد لله كيف؟ صحيح طلعت الحمد لله طب كيف تكتشفوها؟ احنا بنعرفش علمونا اوكي الموجودة لا جد احنا قصنا هو انه الكل يشوف كيف نكتب شكله اللي بسرعة تشوفها فنان مش ذكي بس فنان معلش أنا بدي حد يساعدني كيف اكتشفتوها أنا بقول لك أول شيء بدك تطلع إنه واحد على أن بعدين صار اثنين على أن تمام بدك تبلش من الصفر لأن زائد اثنين أن زائد صفر هي نفسها أن وأن زائد واحد يعني بلش من الصفر لأنه سهل في المقام عشان ما خليك قبل بس زائد في المقام فهنا أول شيء واحد في عندنا وأن قاعد تزيد كل مرة وهنا هي عبارة عن زائد أن اللي هي تساوي اللي هي تو أن اللي هي أن زائد أن فهمت هاي مقام اكتشفته وأنه بلشت من وين؟ بالصفر صح؟ يعني هذا ما بالبسط إنه كنا آخر يعني هيك كان واضح شيء صحيح هلا البسط من اخر حد معك ترى بلشنا من الصفر الاولى واحده فدائما هو ايش؟ بزيد واحد هي اي زائد واحد وهكذا واضحه؟ وهلم جرى فاهم للتشوق نقدر نعتمد على الحد الاخير في الباسط كيف يعني؟ يعني ان زائد واحد هي نفسها هي زائد واحد يعني الآن بتصير أن زائد واحد. ما كنا إيش هون؟ هاي بتصير صفر. هاي بتصير صفر لا. الآن يكون أن زائد واحد على أن زائد واحد. زود. ليش كاش؟ بحكي عن البسط. نقدر نعتقد إنه بس نشوف الحد الأخير. في الحد الأخير عندنا أن زائد واحد. فإنه أن بتزيد. كل مرة بتزيد في البسط واحد. هاي الفورمولا يعني. الفورمولا يعني انه دائما بيزيد واحد ايش بيزيد؟ واضح انه هون كان بلش من واحد لان لما انت هسه ليش انت بعد بلش من الصفر فهي عمليا واحد اي زائد واحد صفر زائد واحد بدك توصل لان زائد واحد فدائما كل مره بزيد بمن في بهاي الحالة كل مرة تزيد واحد فأنا حقق فلاحظوا كيف النمط؟ طيب نشوف المسألة اللي بعدها ها شو المطلوب؟ بدنا نفصل بتعلق نفس الآخر واحد تقدروا تطلعوا لي آخر واحد طلعوه من هاي الصميشن آخر واحد يعني نقول إن هاي الصميشن بتساوي اللي هي واحد على أربعة بتساوي صميشن معينة زائد شو آخر حال واحد على أن تربيع سميشن هاي واحد على ان ناقص واحد في التربيع. فآه بتساوي واحد ل ناقص واحد على واحد على اي تربيع. اي تربيع؟ بس خلينا نقسمه فوق. كان مظبوط؟ مظبوط. لا مظبوط. شايفين خلصتهم؟ لا هو لازم هاي تربيع. نفس الشيء. وافقتوا عليه؟ اللي كانوا شو اللي كانوا؟ واحد حكى محمد هذا محمد شوف هو اي تربية مضبوطة؟ مضبوطة ولونه كان عارف؟ هلا هو هون اللي كنت لاحظوا لي انه انا
بعض انه انا ما وصلتش الا لام ناقص واحد. ما وصلش الى الام ناقص واحد. مظبوط؟ فمش مشكلة ملاحظين كيف انه الاندي هي عبارة عن الاندكس مرات ملوش معنى او ملوش معنى الاندكس. ممكن نغيره. طيب. هاي بقدر ادخله هاي هون. هذا الحل. اثنين كذا تمام. اللي هو اثنين هو كي زائد ام. اثنين هو كي زائد ام. ام؟ لا اثنين هو كي بس من صفر لام. لاحظين؟ تعلمنا لحد لايش؟ تعلمنا نطلع اخر حد وندخل اخر حد. وتعلمنا ايش كمان؟ نلاحظ نفرضها ونرجع ونرجع النمط. طيب خلينا ناخذ شيء اخر شغله للسميشن عن السميشن اللي بنسميها التلسكوبي. تلسكوبي في التلسكوبي خلينا نركزوا لي عليها. هلا مرات بيظهر لنا بس اطلع بس اطلع ما عندي شيء على فكره مش موجود بالبيت موجود مش متاكد او بعرف من بخليكم هلا تكتب بس انا مش تنتبهوا معي هلا اي سميشن من واحد لان اي ناقص اي زائد واحد يعني صفر واحد. هلا هاي شو بتساوي؟ شو يعني التلسكوبي؟ اول شيء شو التلسكوبي؟ انه في حد في رقم بالرقم اللي في التلسكوبي هي تلسكوبي سيريز از ا سيريز هوز بارشال سم ايفينشولي اونلي هاف ا فيكس نمبر اوف تيرمز افتر كانسليشن. اني انا هم بقدر اعمل كانسليشن لما بفرضهم بعمل كانسليشن بصفي عندي حد معين هو السميشن فانا ممكن اكون ابسط لإلي يعني بهاي الحاله كل هاي بتساوي ايش؟ ناقص ان ناقص ان لاحظ كيف صار؟ هلا هات المفروض لما فرضناها هاي شو بتساوي؟ واحد حاول تحلوها معي مو هاي شو بتساوي؟ واحد ناقص سوري واحد ناقص واحد زائد واحد واحد زائد واحد يعني واحد ناقص اثنين يعني واحد ناقص اثنين واحد لا كل شيء بديش نحلل يعني لانه هون السر وهي يعني بصراحه ابداع من الانسان هلا الحد الثاني اثنين ناقص اثنين زائد واحد يعني اثنين ناقص واحد ناقص ثلاثة وهلما جاء طلع هون هاي الفرق ما فرضته شو صار عندي؟ واحد ناقص اثنين زائد اثنين ثلاثة مع اللي بعدها أربعة شو بضل؟ واحد الأول هاي بتروح مع واحدة شو بصير شو بصير عندي؟ واحد ناقص واحد ناقص آخر واحد افرضها برضه هذا هاي شو بتساوي؟ ناقص واضحة؟ ما دام واضحة يجي الشاطر على هاي يلا واحد واحد ما حدش يطلع على التالي ثلاثة بديش اطلع هون ما اطلع يا هون ليش هتحلوها؟ نص نفكر فيها مع بعض هو النص اللي بضل يعني نص هي اكثر؟ اكثر نص يا نص نص زائد زائد